السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في ساحة سيرفانتيس في باداخوس، حين يكون الجو صحوا والحرارة منتعشة، يأتي المسنون رجالا ونساء يجلسون على الكراسي الحديدية التي ثبتت على محيط الساحة. أزواجا وفرادا يأتون للاستمتاع بدفء الشمس. الطاعنون في السن الذين تقدم بهم العمر يجلسون وهم يتوكؤون على عصيهم وينظرون إلى الأرض. في ساحة سيرفانتيس، الخطوط السوداء والبيضاء التي تؤثث أرضية الساحة في تناوب وتعرجات لا تنتهي تمضي بعيدا بالعين وبالخيال أيضا. منذ بضع سنوات الآن صارت ماريا لونسو تأتي وحيدة إلى الساحة. من قبل كان يرافقها زوجها ميغيل لونسو. تجلس كما كان يجلسان ساعة من العصر، تتأمل الفضاء وتستمتع كما آخرين بدفء الشمس. بعد العصر لما تقترب الشمس من المغيب، يملأ المكان أزواج وأطفال يجرون في كل الاتجاهات وهم يصيحون ويضحكون. شخص واحد يبقى هناك وكأنه ملتصق بالكرسي، يبدو في السبعين. البدنة التي به تشي بحالة صحية متدهورة. ينادونه بيبي، كان سكيرا. كلما رأى أحدا أطلق صوته الأجش بالغناء، يكرر الأغنيات ذاتها، تلك التي تحضر فيها من قيل إنها محبوبته، تلك التي يسميها رافائيلا. بين مقطع وآخر من حقيبة جلدية قديمة يخرج قنينة خمر يشرب منها، ثم يبادر بإغلاقها وإعادتها إلى مكانها. عصاه التي يتوكأ عليها تزينها بضع ريشات لا أحد يدري من أين أتى بها، وحلقات من شريط لاصق أصفر وأحمر. ومع أنهم قليلون الذين يجرؤون على محاورته، فإنهم كثيرون أولئك الذين ابتدعوا الحكايات عن ماضي بيبي. بين كل حكاية وحكاية تباين واختلاف في كثير من التفاصيل. خلال فصل الشتاء، حين يكون الجو باردا وماطرا، وحين تغيب الشمس عن باداخوس مددا تطول، يتوارى بيبي عن الأنظار. في مثل تلك الأيام تخلو ساحة سيرفانتيس ويقفل الكشك الذي يبيع الصغار الحلوى. وحدها اليمامات المعششة في أسطح المباني المحيطة بالساحة تنزل بين فينة وأخرى تلتقط حبات قد تكون أغفلتها في مرات سابقة. تسكن ماريا ألونسو في شارع ترينيداد في الطابق الأرضي من المنزل الذي يحمل الرقم 13. هناك أمضت السنوات الأحلى من عمرها مع زوجها الراحل، وهناك رأت ابنتهما الوحيدة مارينا نور. هي الآن في برشلونة مع زوجها وأبنائهما الأربعة. منذ بضع سنين تباعدت زياراتها لوالدتها. تلتمس ماريا العذر لابنتها في مشاغلها المتعددة، عملها في مكتب للمحاماة واعتنائها بأبنائها. كل الذين تتعامل معهم يعرفون تفاصيل كثيرة عن حياة ابنتها تلك، ولذلك كلهم يسألونها كلما التقوها عن مارينا، بل إن منهم من يسألها عن أحفادها الأربعة ويذكرهم بأسمائهم. كان يروقها ذلك، وكلما سئلت عنهم وعن أحوالهم أجابت وأفاضت في التفصيل، ثم تظهر على وجهها علامات الارتياح التام. في الحقيقة لم يكن لدى ماريا ولا أمثالها من الطاعنين في السن مواضيع كثيرة يخوضون فيها. جميعهم لا يفوتون قداسات الأحد في الكنيسة ولا الاحتفالات الدينية التي تقام في باداخوس كما في بلدات إسبانية عديدة. ذات صباح من أبريل من العام 95-900 ذاع بين رواد كراسي ساحة سيرفانتيس خبر النهاية المأساوية لبيبي. قال الذي جاء بالخبر إنه اكتشف ميتا في الغرفة التي يسكنها في أعلى منزل في شارع سانتا لوسيا.
كان قد فارق الحياة منذ 3 أيام على الأقل. لم يخلو الحديث عن موت بيبي من مزايدات. كان أنطونيو دورو المتقاعد من الحرس المدني هو من أبلغ ماريا الخبر. التقاها عصرا في ساحة سيرفانتيس. ينبغي القول إن أولئك المسنين الذين دأبوا على القدوم إلى تلك الساحة صاروا يتعارفون فيما بينهم ولا يترددون في الحديث عن مواضيع شخصية وأخرى تهم الحي أو أناسا يعرفونهم، كما هو حال بيبي السكير. جميعهم يعرفونه، ولكنهم لا يعرفون كل شيء عن حياته، ولم يكن ليتسنى لهم ذلك مع رجل كان يمضي كل أيامه سكرانا يتغنى بمحبوبته رافائيلا التي تركته. إلى أين؟ لا أحد يدري. ولكن أنطونيو دورو الذي يبلغ من العمر 72 سنة يزعم أنه يعرف الكثير عن السكير. أن يجاهر بذلك على مسمع من رواد ساحة سيرفانتيس، فذاك يضفي على ما يدعيه بعض المصداقية. ثم إن الذين ينصتون إلى ما يقول لا يغفلون أنه أمضى سنوات طويلة من عمره في سلك الحرس المدني، ونظرا لذلك فإنهم يفترضون أنه يعرف كل شيء، وقد سبق له أن حكى لبعضهم فيما مضى من أيام عن حوادث تابع وقائعها هناك في بدخوس. اقترب أنطونيو دورو أكثر من ماريا. قال إن بيبي السكير كان يعيش في سطح منزل في شارع سانتا لوسيا. لم يكن خبرا جديدا بالنسبة لماريا. أضاف أنطونيو وهو يمرر كفه الأيمن على كفه الأيسر الممسك بأعلى العصا التي يتوكأ عليها، أن بيبي كان الوريث الوحيد لشقيقته فلور التي كانت تملك ذلك المنزل، وأنه بسبب رافائيلا محبوبته التي تركتها أغرق في الخمر وصار مدمنا كما يعلم الجميع. لم يكن يبذل أي جهد للاعتناء بذلك المنزل الذي كان جميلا فيما مضى. كل ما قام به بعد أن آل البيت إليه أنه أجر الطابق الأرضي وبعده الطابق الأول. قبل فترة رحل الذين كانوا يسكنون هناك لأنه لم يقم بالإصلاحات الضرورية. كانت ماريا وهي تصغي لما يقوله أنطونيو دورو تتساءل عمن سيكون وريث بيبي السكير، وقد مضت بتفكيرها إلى رافائيلا تلك التي منفك يتغنى باسمها وهو يغرق كل يوم أكثر في الإدمان على الخمر. ولأن الفضول بلغ لديها مداه، فقد قاطعت رجل الحرس المدني المتقاعد وسألته عمن سيرث بيبي. رد عليها بسؤال لم يخل من نبرة تحد: من تظنين؟ رافائيلا، قالت. ألم يمضي كل تلك السنوات من عمره يلهج باسمها؟ ضحك أنطونيو: هل صدقت حكاية رافائيلا التي كان يتغنى بها؟ كيف لا أصدق؟ ألم يكن يفعل؟ بلى كان يفعل. ابتسم الشرطي المتقاعد وأكمل حديثه وكأن ما قالته ماريا لم يكن لديه مكان للاحتفاظ به. اسمعي سيدتي، صحيح أن بيبي كان يتغنى بتلك التي كان يسميها رافائيلا، ولكن ما ينبغي أن تعلميه أن تلك المرأة لم يكن لها وجود يوما ما إلا ما كان من حضورها في مخيال السكير. عاد ليضحك. قاطعته ماريا تسأله وكل غايتها أن تحصل منه على ما يشفي فضولها: ومن ذا الذي أخبرك بأنها لم توجد إلا في خياله؟ في مرات سابقة قال أنطونيو بحماس أكبر الآن: قلت لك وللآخرين إن هناك الكثير من الأمور التي لا ينبغي الحكم عليها من جانبها الظاهر فقط. أنتم، وقالها بنبرة الخطيب الذي اعتلى منصة، أنتم تتسرعون في النطق بالأحكام، وكثيرا ما تكون لديكم أحكام جاهزة. قد طب الرجل جبينه، لعله خال نفسه في مكتب الحرس المدني لما كان في الخدمة في تلك السنوات الخوالي. ما الذي تعرفينه عن بيبي؟ خال أنه سكير يلازم كراسي ساحة سيرفانتيس. لا تعرفين أي شيء عن الرجل وعن ماضيه. منذ قليل ولم يكن لديك علم أخبرتك أنه كان الوريث الوحيد لشقيقته، وأن البيت الذي كان يشغل غرفتين في سطحه كان ملكا له، أليس كذلك؟ حركت ماريا رأسها موافقة.
وقد أعجب ذلك أنطونيو الذي نهض من مكانه متوكئا على عصاه ووقف في مواجهتها. في تلك الأثناء التحق بحديقة ساحة سيرفانتيس مانويل وزوجته أليخاندرا. كانا معا يعملان حتى إحالتهما على المعاش في شركة النقل السككي. رد أنطونيو عليهما التحية بسرعة وواصل عرضه حول ماضي بيبي. لم يتطلب الأمر جهدا من الزوجين اللذين وصل لتوهما كي يعلم أن الحديث عصر ذلك اليوم حديث عن بيبي السكير. قال أنطونيو إنه عرف الرجل قبل 40 عاما، يعلم أن لا أحد ممن ينصتون إليه سيجرؤ على سؤاله عن أي من التفاصيل، ولعله بالتذكير بذلك قطع الطريق عن كل سؤال محرج. منه علم المسنون الثلاثة أن بيبي لم يكن سوى لقبه الذي عرف به، وأن اسمه الحقيقي جابرييل مونتانيا. شده الثلاثة وهم يكتشفون ذلك السر الذي فاه به أنطونيو. كانوا يترقبون منه المزيد ولم يدع انتظارهم يطول. قال: اعلموا أن جابرييل كان يملك عدة قوارب للصيد في موتريل، وكان يتربع على ثروة هامة. نسيت أن أذكركم بأنه ورث جزءا منها عن والده، ولكنه بسبب تعاطيه القمار أضاع جزءا كبيرا من تلك الثروة. ما كان قد بقي لديه فوته بعقود دفع للتوقيع عليها أثناء جلسات خمر ماجنة لحساب امرأة كان قد وقع في حبها. لعله توقع أن يقول المنصتون له إنها رافائيلا، ولذلك استبق ردهم ذاك وقال: لا، ليست رافائيلا، التي كما قلت لكم لم يكن لها وجود سوى في مخياله. ولأنه يعلم أن الفضول ينهش الثلاثة من الداخل، لم يرغب في إفساد استمتاعهم بالقصة. قال لهم إن تلك التي ذهبت بما كان قد بقي لديه من ثروة لم تكن سوى بائعة هوى أوهمته بأنها حملت منه. لما تفطن إلى كذبها اكتشف أنه لم يعد يملك شيئا. لا تسأل عن الذي سيرث منزل شارع سانتا لوسيا، فقد تظهر في الأيام القادمة وصية تحمل اسم سعيد الحظ ذاك. كانت الشمس تنزع إلى المغيب، تراجعت درجات الحرارة. نهض المسنون الأربعة من كراسي ساحة سيرفانتيس ومضوا يتوكؤون على عصيهم، يحلمون ببقية لقصة بيبي السكير.